بيفصل بنص المحاضرة، شيء بينقطع الانترنت عند المحاضر كمان نفسه. خدمة سيئة بعض الشيء. هي ساعة ونص عم تيجي بالنهار والامبير الواحد 2500 ليرة. ما في كتب، ما في دفاتر مع الأسف الشديد. تأمين مادة الخبز في صعوبة جدا. ما عم تجينا المي نهائيا. رأس مالنا جريت الغاز اليوم حقها 17 دولار. ناقصنا كل شيء، أكثر من هيك بدي أحكي لك ما في نحكي لك شيء. نجح كورونا أصبح التعليم عن بعد وأسمحنا نحضر محاضرات التي يبثها الدكاترة عن طريق منصات التواصل مثل زوم وغيرها. صار لنا تقريبا فصلين ندرس أونلاين. الوضع كتير سيء، يعني بيفصل بنص المحاضرة، شيء بينقطع الإنترنت عند المحاضر كمان نفسه. يعني نحن بالأساس ما لنا مهيئين لاستخدام الإنترنت بالمحاضرات وبالجامعة. طبعا الإنترنت مهم كافة الأحوال، وحاليا صار أهم بزيادة لأنه صرنا نأخذ المحاضرات كلها أغلبها على الأونلاين، وصاروا دكاترة الجامعة تعطونا الدروس كلها على الأونلاين، فصرنا بحاجة إله زيادة أكثر. عم نواجه صعوبة كبيرة باستخدام النت أو لحتى نحضر الدرس، صعوبة كبيرة وصعوبة بالإنترنت حتى يوصل، يعني ضعيف لدرجة كبيرة. بالنسبة للأسعار لا غير مناسبة، لأنه أغلب الطلاب يعني متكفلين بأمور زيادة عليهم. أقل شيء بدك إذا كنت أنت وثلاث أربع طلاب نفس الغرفة، أقل شيء بدك سرعة 4 ميجا. إذا كلكم عندكم محاضرات بدك تحضر على الزوم، يعني أقل شيء سرعة 4 ميجا، وأسعار كتير غالية. يعني الطلاب رح يكون دخلهم قليل وأسعار غالية جدا، خصوصا الأسعار اللي عم يطلبوها أصحاب الشبكات، يعني أسعار غالية. مثل الطلاب اللي جايين خارج المنطقة جايين هون يعيشوا، يعني بس عم لاقوا الأسعار كتير غالية ومرتفعة، يعني فما عم بناسبهم الأمر أبدا. تغيير الشبكات كل فترة، هذا بطل يفك البرج عنده يغير، وبدنا نضطر نجيب غير راوتر، بدنا قصدي نحقن الراوتر غير حقن، وألف قصة. وصلنا مع المسؤولين وكنا عم نطلب منهم انه يعملوا لنا باقات مخصصه للطلاب تكون بسعر ارخص، ولكن ما كان في اي رد منهم. والله ما تواصلنا مع حدا من المسؤولين او الجهات المعنيه بهالموضوع. ما في داعي نتواصل مع حدا، لاني المسؤولين اكيد مطلعين على الامر وعم بيعرفوا كل شيء. هلا نحن كشركات نت في عنا باقات نحن للطلاب، ولكن هي الباقات ما بيتم استخدامها كما يجب. يعني الطالب عم ياخذ باقة معينة عم بيتم استخدامها بالمنزل بشكل عام لكل افراد الأسرة، يعني عم اكثر من شخص عم يستخدم النت. هلا ارتفاع الاسعار هو مو بسبب الشركات، بالاخير الشركات عم تحاول وبتسعى جاهدا لتقدم خدمة بافضل سعر، وهذا شيء طبيعي لانه في سوق منافسة بموضوع الشبكات، ولكن بنحسن يعني نبررها او نحللها بموضوع انه دخل الطالب هو نوعا ما قليل، أو دخل الأسرة بشكل عام جدا قليل، فهذا الشيء عم ينعكس انه هو عم بيلاقي السعر تبع الانترنت كتير غالي. ليش ما بيتم التوصيل مع وزارة التربية والتعليم تخصيص باقات مخصصة للطلاب؟ هلا نحن كشركات انترنت على استعداد لهذا الأمر، بالعكس نود ذلك، وصار قبل هالمرة تنظيم مع عدة جهات ومنظمات داعمة لموضوع التعليم عن بعد، وكان في عقد لعدد طلاب منيح، يعني تم دعم تقريبا شيء 9000 طالب بالمنطقة، وخدمناهم لمدة 4 شهور، وكانت كتير ناجحة الفكرة، ووصلنا الخدمة للطلاب بأفضل أداء ومجانا من دون ما ناخد شيء، كانت الجهة الداعمة هي عم تدفع عنهم، وبالفصل الماضي حققت نجاح كتير كبير، ونتمنى أنه من الجهات الأخرى يعني تشتغل على نفس الموضوع، لأنه فعلا مثل ما قلت لك أنه وضع الأسرة صعب، ما خرج أنه يحصلوا على الخدمة بسعر قليل.
وجود الانترنت اي انقطاع في الانترنت راح يسبب انقطاع للمحاضره، راح يصير عدم تسلسل في وجود المعلومات للطالب. اسعار الانترنت هي بدها تكون اشد ما كان، ورخصه الاسعار. نحن تواصلنا مع شبكات انترنت موجوده في مناطقنا، منهم تجاوب ومنهم لا، بس اشد من كان انت بدك تحتاج لسرعات عاليه، وهي السرعات مكلفة يعني للطالب ولصاحب الشبكة. يعني نحن أمننا بعض الخصومات من بعض الشبكات، بس هذا الأمر ما بيعني أنه انتهى أمر العبء والمصروف للطالب.